احنا طبعا عملنا ان فكره ان احنا نعرض الصفحه الرئيسيه بتاعتنا، وده شيء طبعا بسيط ما فيش مشكله. ممكن تقول لا انا عايز اعرض الصفحه الرئيسيه يبقى ليها اسم او ليها، واحدد الصفحه، او لو في عندي صفحات عايز احدد اكتر من صفحه، فمثلا لما يكتب سلاش ديفولت مثلا عايز افتح له الاندكس، لما يكتب حاجه تانية عايز افتح له حاجه تانية الى اخره. فانا مثلا على سبيل المثال الديفولت مثلا بعد ما عملت يوز فانكشن عاديه ريكوست فور ريسبونس ما فيهاش مشكله خالص، انا عايز بقى ارن له فايل معين من الصفحات اللي انا حاططها اللي هي بتاعت ال HTML اللي موجوده عندي جوه الفولدر اللي اسمه بابليك. انا عندي هنا اندكس، بس قد يكون عندي اندكس وعندي مش عارف فورم وعندي مش عارف برودكتس وعندي مش عارف مثلا، فانا عايز احدد له هو عايز ايه. فهنا هقول له ريس دوت، وبعد دوت بقول له سند فايل، وبالطريقه بتاعت سند فايل دي في كابيتال بحدد له الباس بتاع الفايل اللي انا عايز اقومه. طبعا الباس ده ممكن يبقى اندرسكور اندرسكور داير نيم، وبعد الداير نيم الفولدر هقول له بقى سلاش، وبعد السلاش ديت احدد له اسم الصفحه وليكن اللي هي مثلا اندكس دوت اتش تي ام ال. كده بعته على صفحه معينه، وبالتالي طبعا بقدر احرك ما بين الصفحات الايه؟ ما بين الصفحات المختلفه. طيب كلام جميل. دلوقتي دي الطريقه اصلا كده كده كان اوتوماتيك، دي بتقوم لي الديفولت او كتب كلمه ديفولت هبعته برده على الصفحه، بس دي بطريقه. وايه دي؟ بطريقه الغرض من الطريقه دي ان انا اعرف لو انا عايز احدد يعني عناوين، وكل عنوان بينادي على صفحه جوه مختلفه، ويكون اليوزر اللي بيعمل سلاش ديفولت مثلا ده العنوان اللي بيكتبه هو، لكن هو مش عارف اسم الصفحه اللي انا برنها من الداخل يعني. وبالتالي دي بعمل عناوين مختلفه لصفحات داخليه عندي زي ما انا عايز اسمي هنا، ومن الداخل انا بنسق الفايلز بتاعتي زي ما انا عايز. كلام جميل. دلوقتي احنا عايزين نعمل HTML فورم جيت بسيطه جدا تشتغل في ملف بحيث نقدر نشغله ونتعامل معاه. فايل بسيط هطلب منه اي حاجه، يعني اطلب من اليوزر مثلا يدخل اي بيانات او كده، وبناء عليه ارد عليه بنتيجه معينه يعني. طيب ولكن الصفحه اللي احنا عايزين نرنها مثلا هيبقى اسمها على سبيل المثال مثلا كونتاكت اس، كونتاكت اس. انا في الحاله دي هبعت على صفحه برضو قد تكون اسمها كونتاكت اس مثلا يعني اهي. انا ما عنديش صفحه اسمها كونتاكت اس هنا دلوقتي، ممكن اخد كوبي من الاندكس ديت وسميها كونتاكت اس مثلا. كونتاكت اس ممكن افتحها بالفيجوال ستوديو كود، مش مشكله خالص، دي الصفحه بتاعتي. كل هغير العنوان بتاعها خلي كونتاكت اس مثلا، واي كلام مش مشكله مثلا كله بوتستراب وبتاع وشوية لينكات ماشي. خلينا نقول في العنوان الرئيسي بس عشان يبقى بس العنوان بتاع صفحة مختلف. طبعا هنا مش عارف انا سيفت ولا مسيفتش، لكن هسميها راوت بيج ويز فورم. انا عايز اشتغل مع فورم عشان بس مش عايز ابوظ الشغل بتاعي، او عشان ابوظ لكم الامثله. فببساطه انا عندي اتش ام ال فورم اهي، وممكن اجي في اي حته واعمل فورم بسيطه. كان مثلا ده الفوتر، لا انا عايز قبل الفوتر، او الفوتر ذات نفسه كان فيه ايه مش فاكر يعني. ده الفوتر اللي انا عايز الكونتاكت اس دي نغيرها مثلا، ونحط فيها اي فورم نتعامل معاها يعني. بحثت عنها كده اهي مثلا، الصفحه دي كان فيها ايه؟ كان فيها شويه كلام ملوش اي لازمه، مش هشيلها واخليها مثلا شاشه، اشيل الكلام ده كله، وعايز اخليها فورم مثلا.
فورم دي اهي فورم سلاش فورم، هبني فورم عليه ال HTML عادي، والفورم دي مثلا اللي يهمني فيها حاجات بحددها مهمة جدا في الفورم. اول حاجة الاكشن، يعني الاكشن لما هيحصل ايه اللي هيتم. هقول له ببساطة جدا الاكشن سلاش، او هضطر اطلع للموقع ذات نفسه اللي هو لوكال هوست او السيرفر ذات نفسه، لوكال هوست السيرفر بتاعي اللي هو على 8080. ماشي، ممكن نعمل طبعا HTTP كده، اديته اسم السيرفر بتاعك. طبعا المفروض تبقى انت عارف السايت بتاعك، عشان طبعا انا عايز اطلع بره يعني. وبعدين مثلا يعني هقول له عايزين نعمل اي عنوان لاي صفحه يعني هنشتغل عليها، فهقول له مثلا get underscore contact او contact، ماشي سميتها كده ماشي. يبقى لازم اكون عامل لها عندي في الايه، مثلا في ال HTML، ما تنساش ببني فورم عليه بال HTML عادي خالص. ماشي، عايز اعمل فيها شويه حاجات بسيطه كده. اهم حاجه ان انا حددت الاكشن ده جيت اندرسكور كونتاكت، ده لازم اعمله نو عشان يقدر يشتغل عليه، عشان ما يستقبله يعرف يشتغل. ده الاكشن. والميثود بحدد ان هو الميثود بتاعتي بوست او جيت. خليها جيت دلوقتي، يا جيت او بوست، خليها جيت على اساس الداتا نشوفها في اليو ار ال واوريها لكم يعني. بعد كده ممكن نبقى نعملها بوست، خلينا دلوقتي جيت. هنا الفورم اكشن دوت والميثود بتاعت الفورم في اتش ام ال جيت، طبعا المفروض تبقوا عارفين ان بتبعت داتا مش مشفره، البوست بتبعت داتا مشفره. دي خد بالك، ده كلاينت سايد، انا مش بتكلم هنا على النود والسيرفر سايد خالص. طيب ابني بقيه الفورم بتاعتي بشكل بسيط، ممكن نستخدم فيه شويه حاجات يعني بوتستراب كده ولا حاجه بسيطه، برده مش الدنيا ولا حاجه. ممكن نعمل الفورم بتاعتنا مثلا نديها، معرفش هو اكيد كان بيستخدم البوت ستراب ولا حاجه، هقول له كلاس ونحدد كلاس من الكلاسز المشهوره وليكن الفورم ان لاين، يعني فورم داش ان لاين مثلا، ده الكلاس. وهقول له هعمل بقى ديفاي، الديفاي ديت اديها كلاس ان ده فورم جروب، فورم داش جروب مثلا، وهحط جواها ليبل و ليبل وايه ليبل، وهقول له الليبل دوت فور مثلا، احدد او مش مهم، الليبل دوت فور الايميل، هعمل مثلا او النيم مثلا، ليبل فور النيم الاول، نيم والايميل مثلا وخلاص يعني. مثلا بيدخل الفون والايميل واي حاجه يعني بيانات معينه يعني. ماشي، هنقول له النيم وخلاص، وقلت له النيم ونقطتين كده، ده الليبل بتاعي، واعمل له انبوت التايب تكست، ادي انبوت التايب بتاعه تكست، وبعدين كلاس بتاعه هيكون كلاس عادي، فورم كنترول عادي، فورم كنترول عادية، وادي له الاي دي بتاعه اللي احنا عايزينه اللي احنا سميناه النيم، الاي دي عشان ربطنا بفور صح، الاي دي كان نيم مثلا وخلاص، مش محتاجين حاجة تاني. مثلا دي ديفاية، اخد منها كوبي بس الاول نشوف الصفحه بتاعتنا كده مظبوطه ولا لا. انا ده واشغل الاول جديد، فخلونا نعمل ريفريش، لو كتبنا ديفولت قال لي في اكزامبلز اكسبريس شال بابليك، لان نسينا احنا ان احنا حاطين الموضوع دوت جوه سلاش بابليك سلاش اندكس، عشان بس ايه يبقى شايفها صح. نرجع نعمل ريفريش، نوقف السيرفر عشان نشوف الكود الجديد بتاع النود،
نرجع نشغل السيرفر بتاعنا على الديفولت. واي 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 الاكسبريس لسه ما صحيش منه، المفروض ان احنا غيرنا خلاص. لا مطلع ايرور، هو جوه اكزامبلز اكسبريس اندكس هو مش لاقيها. غيرنا الكلام ده والله غيرته. ماشي نرجع تاني جيم، مسيبناش ولا حاجة. وهنا برضو محتاجين بابليك، احنا بنرن الفايل القديم، سوري احنا بنعمل راوت بيج، احنا راوت بيج ويز فورم. قلت فيه ايه؟ راوت بيج ويز فورم، ده اللي احنا غيرنا الليله بتاعته دلوقتي. احنا بنجرب في الملف التاني خالص كده عادي، اهو الديفولت اشتغل، شلت الديفولت مش مشكله. طيب كونتاكت اصبح عايزين كونتاكت اس، مش فيها مشكلة خالص. العنوان كونتاكت اس، وادي أول حاجة مطلوبة مني النيم. مش محتاجين بقى الحاجات اللي تحت، كونتاكت اس وادي النيم. محتاجين بقى ناخد من ده كوبي ونشغل بقية الايه؟ بقية الحاجات بتاعتنا، يعني نعمل زي دوت الايميل والفون مثلا وزرار. فاخد من الدفاية دي كده كوبي، وهقول له مثلا فور الايميل، قول له اسمح دخل لنا الايميل بتاعك، وهنا تكست وفورم كنترول، وهندي له الاسم بتاعه ايميل، وكمان واحد لمين؟ للفون. ونقول له فون تبقى لينا الباتن، الباتن بره الدباية خالص. هقول له احنا محتاجين باتن، والباتن تايب دوت هيكون نوعه سبميت عشان يرن الصفحة، لازم يكون نوعه سبميت عشان يقوم الايه يقوم اليو ار ال دوت خلاص. وكلاس بتاعه هيبقى باتن برايمري عادي مثلا بي تي ان، وبي تي ان ديفولت او برايمري معرفش اللون اللي يمشي معانا احنا ايه في البتاع اللي احنا عاملينه دوت. ماشي باتون مثلا ماشي برايمري مش مشكله خالص. ونكتب هنكتب مثلا ايه سبميت، او هنسميه مثلا ريجستر اشترك. ماشي لو رجعنا للعنوان بتاعنا عملنا ريفريش، ادي الايه النيم والايميل والفون طبعا حاطه جنب بعض عشان احنا عاملين الفورم بتاعتنا، مدينها الكلاس بتاع الكلاس الفورم بتاعتنا فورم اونلاين. فورم اونلاين دوت حطهم كلهم جنب ايه جنب بعض. لو انا ما حددتش طبعا يعني كل واحد جروب لوحده. وبناء عليه عملوا لي المنظر ده تحت بعض، المنظر اللي هيجيبك طبعا مش هشرح البوت ستراب، لكن انا عايز الداتا دي اللي هتتكتب هنا ممكن احطه بليس هولدر ولا حاجه عشان يرجستر معانا. ماشي عمل فوق، يعني محتاجين ان يخش على الصفحه دي. طبعا هو المفروض هو بيخش على صفحه الديفولت الرئيسيه، فانا لازم اربط له لينك مثلا معين. لو انا عندي صفحه الاندكس، معلش هو المثال يعني محتاج تركيز شويه. طبعا المفروض الناس اتش من الحاجات دي بالنسبه لها بيس، فانا بتكلم على ان انا عندي هنا هوت مثلا كونتاكت اهي. كل انا عايز اقوله له اقول له خش على كونتاكت اس مثلا الاتش ام ال الاساسيه. فلو رجعنا كده للموقع الرئيسي، المفروض ان دي بقت لينك بتبعت على سلاش كونتاكت المفروض. ثواني كده بس، هو هنك سيكا ادوس على كونتاكت. تلاحظ ان انا عايز تلاحظ العنوان اللي هيتكتب هنا تحت نوت كده على الشمال. لما اقف على كلمه كونتاكت قال لي ايه 8080 سلاش كونتاكت، فكده هيبعتني على الصفحه فعليا اللي انا عملتها. كلام جميل. ف
فالمفترض دلوقتي ان انا بعد انا ببعتني المفروض ان انا هكتب البيانات وتتبعت لي، هتتبعت لي كجيت، يعني هيدخل بيانات مثلا اسمه وايميل وفونه، هتتبعت لي هنا اهو في الراوتنج ويز فورمز ديت. خلاص احنا بعتنا دي الحته دي بتبعت على الفايل، مفيش مشكله خالص. دلوقتي عايزين ايه؟ نستقبل الداتا. نستقبل الداتا بقى جيت، هنستقبلها ازاي؟ في الكونتاكت فورم احنا قايلين له ميثود جيت على جيت كونتاكت، فانا لازم يكون عامل ميثود هنا منتظره الليله ديت اسمها جيت كونتاكت. يعني المفروض ان انا ابقى عامل كده اهو، واقول له ان احنا عند منتظر ان احنا هنشتغل على السلاش جيت كونتاكت ده، ماشي. وجيت كونتاكت دوت هيبقى يشتغل دلوقتي معانا ريكوست طبعا وريسبونس، وانا هكون رد جديد ارد عليه، يعني هكون رد جديد يرد عليه. فانا مثلا على سبيل المثال انا هعمل فاريبل اسمه ريسبونس عشان اجمع فيه الشغل بتاعي، فاعمل فار اللي انا هرد بيه، يعني هرد جيسون كده عشان بعد كده ان شاء الله نبقى نسيبه في المونجو دي بي ولا حاجه. لكن انا بالنسبه لي ريسبونس هنا اهو، وهقول له والله انا هعمل الريسبونس ده از اوبجكت جواه حاجتين، جواه النيم، والنيم دوت هيبقى هيجي من الريكوست، الريكوست اللي جاي لي من اليوزر، الداتا اللي جايه من اليوزر، جايه لي بيانات محذوفه على الكويري، يعني عنوان من فوق على اليو ار ال من فوق. يعني خد بالك انا لو جيت كتبت هنا مثلا احمد وكتبت هنا ايميل مثلا على سبيل المثال ورد جافا ماشي وتليفون اي كلام، خلاص عملت ريجستر كده، المفروض ان هو حذفني على جيت كونتاكت. خلاص وهاتنا على جيت كونتاكت، الداتا اللي اتكتبت هنا دي اتحذفت، اتحذفت اسمه ريكوست. لما بتكليك كده اسمه ريكوست، ريكوست ده اتبعت عليه حاجه اسمها كويري، الكويري ده شايله الاحمد والاورد والجافا اتياهو ورقم التليفون ده، فانا عايز اجيت، فاقول له من ريكوست الكويري بالنسبه لي شايل الداتا اللي جايه لي، خلاص فاقول له كويري دوت، ومن الكويري ده بقى انا اخد الداتا اللي انا عايزها. يعني هاخد من الكويري النيم، خلاص كده جبت النيم سلمته للنيم، كوما عشان اكون الاوبجكت مثلا الايميل ستين، وهقول له هات من ريكوست دوت الكويري اللي انت بعته عايز الايميل. كده هجبت الايميل، تبقى ليا الفون، فهقول له فون هيجي منين؟ هيجي من ريكوست، من ريكوست دوت كويري دوت الفون. طبعا للاسف احنا بنعمل اسم كله هي كوما و و و والفون. خلاص كده جبنا الثلاثه، مفيش مشكله خالص. الاوبجكت ده كده اتكون فيه النيم والايميل والفون، ممكن دلوقتي نطبعهم بس كده مجرد طباعه عاديه. يعني ممكن اقول له في الريس، الريس اللي هو طبعا الريسبونس بتاعي بقى الحقيقي اهو، وكونت فاريبل اسمه ريسبونس، هقول له في الريس دوت سند عشان بس او يسند او اند، اند برضه بيبعت ويقفل، يعني بيبعت ويخلص. فهقول له ابعت لي الريسبونس اللي احنا كوناه، بس الريسبونس اللي احنا كملناه دوت ده جيسون، فانا عايز افكه، فافكه بجيسون ايه؟ جيسون دوت سترينج فاي، فيفكه لي عشان يتكتب على الصفحه بتاعتي. طبعا المفروض ما يحصلش كده، بس انا دلوقتي مجرد بس عشان نشوف النتيجه بتاعتنا يعني. فانا هدي له سيف كده، وتعالى نجرب بقى انا كوننا هيعرفها لنا ازاي لو احنا عملنا كنترول سي كده وطلعنا جربنا تاني. واطلع على سيرفر على الصفحه الرئيسيه، دخلت على كونتاكت، كتبت احمد ايميل واي فون اي حاجه ريجستر، بعت لي جيت كونتاكت، بس بعت لي هنا الداتا فاضيه 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 فاضيه، معناه ان هو ما جابش، ما وصلش للبيانات بشكل، يعني ما كونش، ما جابش من ريكوست الكويري النيم وجاب الايميل وجاب الفون صح، في مشكله مثلا. طيب عشان نشوف المشكله ممكن اقول له كونسول دوت لوج، اطبع لي كده الريسبونس الغريب ده، وريني شكله، سيفت كنترول سي ورن تاني. طبعا ريفريش مش عارف كونتاكت، الداتا ايه موجوده، اعمل كده وتعالى نشوف الطباعه بقى جت هنا ايه.
النيم اندفايند، الايميل اندفايند، الفون اندفايند، يعني ما قدرش يجيب الداتا فعلا من اليو ار ال اللي جاي له، مع ان الريكوست صحيح سليم يعني. ماشي مش مشكله يعني، نشوف المشكله ايه. ران رنينا اهو، مش مشكله. احمد مفيش داتا جت، كله undefined. مش عارف ممكن تكون تخيلت كده ان المشكله في ال HTML مش فين هنا، كنت نكون ما سميناش العناصر. ايوه احنا ادينا العناصر اي دي، المفروض ان انا هتعامل مع العناصر مش بالاي دي، بالنيم. ان شاء الله تطلع هي دي المشكله، اي عنصر بيبقى ليه نيم وليه اي دي. فانا اتخيل ان المشكله جت في ان هو الاي دي بالنسبه له مش مسمع، هو عايز نيم لكل كنترول، عشان هو ده بالنسبه له اللي هو هيستقبل بيه. بعت له كده النيم، عملت سيف اتش ام ال بيج، تعالى كنترول سي، اطلع فوق ندوس انتر والرن تاني. ادي ام اهو، تعالى نخلي نغير حاجه كده عشان نبقى واخدين بالنا. ريجستر، الله النيم جالي احمد، الايميل والفون كده. طبعا الداتا دي وصلت لي، وصلت للسيرفر. ممكن ببساطه طبعا اللي احنا اتعلمناه نقدر ناخد الداتا دي نرميها انسيرت مثلا في المونجو دي بي زي ما اتعلمنا قبل كده.